والله المشاركة كانت مناظرة هبطت على السيت نتاعها أنه باش يصير إطلاق مشروع جديد، وكان الحقيقة مشروع مغري جدا من حيث المحتوى لأنه يشجع الشباب على صناعة الرأي ويخلي الناس تتناظر في قضايا تهم الوطن. هذاك علاش كان دافع قوي باش أنا عملت الفورمولير وعملت الكاستينج وكنت مع مبادرة مناظرة في أول حلقة. كيفاش كانت أول حلقة خاصة وأنه أول تجربة زادة وفما مشاركين ومشاركات مع وضد الأطروحة، كيفاش كان النقاش ما قبل الحلقة وما بعدها؟ والله كانت المشاركة جيدة جدا الحقيقة، كانت الآراء مطروحة مهمة وكان الحاجة داكتواليتي. علاش؟ على خاطر الناس كل تحكي على مبادرة الاتحاد شركاء وأنقذ بلاد، فما أزمة في البلاد. دونك المطروحة كانت ياسر بروبليماتيك وكانت ياسر تجذب الرأي العام، فنسينا اللايف ونسينا الظروف المحيطة الكل ودفعنا على قناعاتنا قدام الرأي العام، وكانت مشاركة ممتازة. يعني حتى الطرف المقابل قدم الحجاج نتاعو، لكن فينا المو اللي يسمع يعرف شيفرز، وإن شاء الله تكون عملت إضافة معنا الحلقة. عزيز الشابي، شنو أهمية مشاركة الشباب في مشاريع كيما هكا اللي تخليهم ينجموا غدوة يتدخلوا في صنع القرار؟ الحقيقة المشاريع اللي كان هكا ما تنجم تكون كانت تشجع الشباب. علاش؟ على خاطر احنا نشوفوا برشا المنابر التلفزية والإعلامية نلقاو ديما ناس ديكالي شوية علينا في العمر، يعطيو في الرأي، يعطيو في مواقف تنجم تمثلنا وتنجم ما تمثلناش. فكانت الانجو في انك انت كشاب تشوف روحك انت اللي قاعد تعطي في الرأي نتاعك، مش ينطق به شكون واللي نجم يمثلكش ومش قريب لك في الشريحة العمرية واصلا ما ينجم يتبناش مواقفك. فالإضافة كانت بالنسبة على السعيد الشخصي وعلى السعيد الموضوعي، على خاطر الشباب كيف يلقى شكون في عمرهم في التلف زي مثلوهم، فهم اصلا يتشجعوا على المشاركة في الرأي العام وعلى صناعة القرار. لانه نلاحظ في تونس انه فما عزوف كبير برشا من الشباب على الشأن العام والمجتمع المدني والمجتمع السياسي بصفة عامة.